أهلا وسهلا بكم متابعي قناة وطن ديزاد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في فيديو تداوله الكثير من الجزائريين للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أردعي، الذي قال في فيديو له أن له أصدقاء من الجزائر وأنه يحب الجزائر، شاهد الفيديو أولا ثم نقوم بالرد عليه. هل يكره الجزائريون إسرائيل كما زعم وادعى البعض في معرض ردهم على فيديو نشرته قبل أيام؟ فمئات الرسائل التي تصلنا أسبوعيا من الجزائر وغيرها تؤكد العكس. وقال أيضا أنه سيزور جميع الدول العربية، شاهد الفيديو. من كافة الدول العربية بشرفي، من مصر ودول الخليج وكثير فلسطينيين وحتى الجزائر. أما نحن فنقول لك يا حثالة الأرض أننا لا نعترف بك ولا بدولتك، وستبقون أعداء لنا ما دامت السماوات والأرض، فجميع الجزائريين يكرهونكم، بل جميع العرب. تحيا الجزائر وتحيا فلسطين، والسلام عليكم ورحمة الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.